هاجر له ابو النسب هذا كيف؟ الله يعين احمد الله كذا كريك هذا كريم كسرات هذا سيد البيت ده هاي ده ما انسان طبيعي يا اخي يا اخي ده وحش يا اخي يا اخي ده وقع مين كسر عظام لبعبي الصبح ولا لبعبي الواطا شكلك زاد زي العلاج ده لا علاج كيف ابو النسب يا اخي انا بكسر كل الركب اليدين الظهر رقبتي مفتوله انت اللي انت خفيفه يا اخي دحين ياخذ دنا صباح قمنا نفقد الجماعه ديل نشوف الحاصل عليهم شنو هذا هو يوم البركه هذا فقدني الناس فقدوا هذا هذا انتهى كل هذا بسببك يا اخي لا 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 بيجيب حاجه يا اخي بعد ذاته زياره المريض يا هاجر في الصيام ده يا اخي الله لا يجر بندور يا اخي انت ما تعافسني تتفقد يا تونا ادنا على ملتك على الجماعه جاي كله جانا ديل بعد يمكن لقينا ذاته حاله حالتين ثانيه جوا بيوت ديل نعالجه ونكسب ايوه يا جماعه عالجناهم هاي خلاص كويس تبع هذا هاي انت الصف ما يعفزني لانه كم حاجه ثانيه خلاص هذا المرن عندنا هاي عين انا حبيت ارجع والله ليش ندي لا دي كنتها يا سخانة يا هاي هاي جاع كذي ما تفضحنا مع الناس يا اخي بسم الله توكل على الله لازم الزيارة دي مهمة لازم أظن. هاي الزيارة دي مهمة. وأهم حاجة. هيزوروا اثنين عليهم في الحظ شنو؟ ونبدأها بمرتب. نبدأها مرتب هاي. هاي وهذا لازم بقى المهمة الثانية إن شاء الله. هاي تعالي شو هذا؟ هاي الزيارة دي سلام. مرتب. ناس البيت عيوب سلام عليك. جاهز واحد أنا. سلام. مرتب. ارحم سلوك تفضلوا اصبحت كيف؟ الحمد لله كيف هذا الكفاره يا؟ الله يبارك اصبحت كيف هذا؟ الحمد لله تمام؟ الحمد لله لا لا كويس هذا ما شاء الله مش كويس هذا الله يحمده كيف يعيد الله زلمه انتهي دب بعد بده يسلم اوراقه يا اخي تنعدت اقول لك ابو نسب يا اخي ذا تموت؟ لا 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 سلامتك يا زول يموتوا اعدائك اصبر يا اخي كان الحمى تشريد عليها فيها ويكونش بعيد لا 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 بس هو عمل تركيبة ما بالطريقة الصحيحة أيوة. ثلاث ملاعق بتاعت لمن عشر وصفتين بتاعت أقول له إيش وظبط الشغلة عندك لمن عشر ده ما جبت أنا ما عشان كده ما أسكن مكتملة يا خلاص الحمد لله كنت اشتغلت ومشيت والوطة دي كلها زول وانتجت تمام وقيت مية مية لكن الحمد لله حرقت أزاز الحمد لله ما عشان نازل هاي ما مشكلة إن شاء الله تبقى تمام مية مية وتواصل عليك خلاص بعدين اخوك رسي لي في البيت بتاعنا القديم في الكلام ده لا لا العياده عند الله رحنا منها هاي تعال هناك ان شاء الله تمام يلا ذا هذا وضعنا الله عادينا الله يبارك فيك السلام ان شاء الله لا لا وجيه الحمد لله الله يعين بالعداد 100 100 والله ان شاء الله يلا عادي انا بدي اذكر وصفه الكلاذن آه. يا التراب المسحوم ها ايوه وزي صفق الليمون ايوه باقي الملح اللي زكيت عليه ايوه انت ما كان مدى صحيحه اسال على عينه قرش اللي هو عينك بيجم وكل انه قلت لي انت يا اخي انت دي حاجه انا ضبطها صحيحه يقول لي كل انا السبب هاي لك التركيبه الجديده اسمع حمام اسمعني اسمعني ها مع الكلاذن ها خلي بالك دقيقه فيك سوداء فيك سوداء فيك سوداء دي خلاص كويس جديد يا زول الكلاذن يا خليل تجيبه في كويسه يا اخي صفق العشر تبع المعود مع خريجات تجيب كذا كوبايه كوبايه انا هذا بقى عندي ده انت كم تسمع روح صح في مين كنا بدينا هي كم شفت الروح انت صح انا كان ربي فيك انا ربي السلام عليكم الكلام ده يا يا اخي لي يومين يا اخي
تقول له تعبان انا واعر ذات عندي شنو؟ ما شاء الله. هذا ضغط هذا زلمه انتهت بعيوني والله دارتك عن عديله دكتور اسمع ولا حاجه اي ليه كل يوم زي كذا والله زلمه لي يومين يا اخي تعبان لا بحرك ايد لا بحرك وراع ما اعرف هذا اللي حصل عليه شنو يا اخي ما عندك مشكله هذول انا بعجل الكتب تعجل شنو؟ كيف يا اخي؟ لا ما دكتور يا اخي لا لا ثلاثة يوم بس كتي وثلاث ليمونات في صحن ها؟ مكتوب عليه الرماد تمسح له وشه وظهره ويدا براها دي تركيبه كويس وتجيب له ثلاث صفقات بتاع عشر ايوه ها ايوه نصفتين جرجير ونص كيلو بتاع ملح تسحنهم كلهم وعليهم شويه سكر ما بيجيك حاجه زرز برصاص برص لكن انتهى قبل ما بعده والله يا اخي انت عرفتك يا اخي انت عارف الاعمار يا اخي لا لا ما دخلت القروج من هنا وضح حصاي بس لا يا اخي ما تقول كذا كلام شنو يا اخي يا اخي انت دكتور ما دكتور يا اخي اصبر دقيقه يا اخي لسه عمال انت شايفه لا لا بيجي حيحب ان شاء الله والله اليوم نعم كلامي ده يا ابن عمي اي انا حياته على اللي هو الشيء وشرب بنجيب له العافيه الله ربي ان شاء الله يا اخي اي فانا بجي ان شاء الله لا لا بيجي حاجه يا ابني تواصل الشغله دي في تميسه صباح في ثلاث يوم بيكون تمام الحبه ده بيجي ان شاء الله بس شفت التركيبه دي ابقى لي عشرة يا اخي لا لا نهار ما بنوم يا اخي ما تريح لك تبيني ان شاء الله راح ان شاء الله ربك بالسلامة يا اخي راح اقول لك حاجه الحبه ده بيجي خذ راحتك خذ راحتك يا ابني لا 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 سامعني في صديقة بيجاي هاي يا عم جبرت الله جبرت الله وفتح لا يا هاي الله عم جبرت الله ذاته فاتح يا شباب دفع عيلك ابو نسب بارك بارك الله فيك جزاك الله خير دفع عيلك انت ابو نسب بارك ما في شيء الموت موت الموت معروف الزول ده بس ما شفناه حي هاي ما تيجي خلي الاستعمار غلط دفع عيلك انت ابو نسب انت ذاته يا اخوي شغلك بالنت انت ذاته تبع عيلك ما عندك مشكله انا ما لي حاجات انت كلها الاخرج ما رجع الحمد لله تمام خير ان شاء الله خير والله يجيك في مهمه جدا هاي عندنا خالد كبير في السن كده عايزين نديه دريب تركبه لنا وراح نمشي نشوف الصيدليه قبل ما يقفل اشتري دريب صيدليه تشتري تخسر ما تخسر انا عندي تركيبه كيميائيه فيزيائيه ليمون وزيت زيتون وموية بصل هاي تركيبه معينه كده ركب لي هذول وطوالي نظبطها ان شاء الله هذول ما مشكله ذات انا عندي الزميل بتاعي المساعد لي جرعوبه جرعوبه هنا يا اخي خالد انا متضايق لا لا نرحب ان شاء الله هو صالون بحري ها انا عشان نشوفه طوالي نمشي يلا راح هذه ان شاء الله يلا ان شاء الله غيره ان شاء الله أنا مريض تعبان يا أخي أول 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 لحمة ممكن ما شاء الله هذا هو أنت تركيب موجودة فيه أيوه هاي سجلها كانت خارج زيت رجعة ومؤيد حلبة أيوه أنت كلامي ده كيف؟ وشعيرية كثيرة ناعمة ونغليها في النار وداخل كر 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 عبيها فوق كده بشفتها بتجريب كيف؟ طوالي بس شفتها خبط خبط تسمع انت انت ما قلت صوتها عي 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 ما قلت عيانه صوتها حول الله بالله يا عيالي هاي 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 دكتور انت؟ انا 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 ما في الحله دي يعني دكتور سؤال واضح انا ما الحله دي هم دكتور انت؟ لا ما اصبروا الحين دينا المساكين وعندنا تركيبات في بلدنا زماني وهذول الملاريا بدو حاجه والانتساب بدو حاجه فنزل المساكين قلت عشان اعالجهم كذا يعني هو هسه قريبك ده قال لي دريب وقلت له ما تشتريه فانا اقول انا ما عندي فنيات في الشغله دي بدل الدريب نعمل تركيب معين كده ملح وعسل وشوية قردو كذا بدل الدريب ويشربها ويبقى كويس. جبتها من وين التركيبة؟ ها؟ جبتها من وين؟ والله دي صوتها قالوا لي دي صوتها
دقيقة يا دكتور دقيقة يا أخي أنا ما أنا ما فيكو فيكو يا جول فيكو لا ما 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 يبارك الله ده التركيبة التركيبة هو تقدر ركبها غلط ركبها غلط لا لا ما يفتح صح؟ ما يفتح مين قال لي دكتور؟ خريطة الزود ده قدي سيطان يا أخي أهلا يا أخي أهلا يا أخي أهلا والله انا شايفك في حد عاطل الدكتور كيف يعني والله انا قلت انا ساعد الناس ها ساعد الناس انت كذبت زول انت هتكتل الناس معنا لا كلام ده غلط يا توم كلام ده ما صح غلط ما تدعي حاجه انت بتعرفها ايوه والله صح ولا ما صح انت محترف محترف بذنبك ولا محترف لا والله محترف عايز كده غلط والله لكن ثاني ما هلا لا اعتراف منك خلاص انا ما بعرف ما تعرف بان غلطان هاي انت يا جلعوه ما تبعد ليه زول سعيد لا ما بعرف هاي ما بعرف طبعا هو نسيبه ثاني نسيبك هاي ما عندنا مشكله ما تبعد ليه سعيد لا غلط ما تبعد في الارض غلط بس زول ماده زموا في رقبتكم زول ماده هاي مظلم مني يا مطيعون تعرفين كلامنا الله يرحمه والله ارحمك انت قاعد تبني لي ها لكن عشان الزول ده احترف بالغلط بتاعه انا حسام لكن تاني الكلام ده ما يتكرر يا توم العوض كويس يبقى بعده قط ها 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 ها